سلام شباب، اليوم عندنا واحد الانبوكسين خفيف ديال الاين برو 2، واحد الكيبورد ديال شينوا بيان سور، ولكن ميكانيك وفيه الكايل بوكس سويتشز وايت، اوكي يعني ميكانيك وفيه اكسبيريونس ديال التايبين مزيان. تما الدراري اللي ما عرفوش علاش كنهضر يمشيو يتفرجوا للجيد اللي انا عامل لكم هنا، واحد الجيد ديال ميكانيكال كيبوردز ميكانيكال سويتشز، اللي تعرفوش من سويتش غتاخذوا باش تعرفوا هاد السويتش اللي خديت شكون هو. دونك من بعد ما قررت من السويتش ناخذ، اخترت من كلافيي ناخذ، بما انه عندي البلاصه اللي شويه عامره، عندي الكيباد من الشمال وعندي السوري في اليمين، قلت غنجرب كلافيي صغير ونتيستيوه علاش لا. دونك هذا بلوتوث فيه تايب سي بالنسبه للكابل، اللي بغا يعمل الكابل اوكي، فيه جوج كولور كيجيب الكحل والبيض. تقدروا عاوتاني من بعد الا بغيتوا تشريو له الكيس تبدلوا الكيس كما بغيتوا، ولكن عاوتاني كيتزاد الثمن. وبالنسبه للثمن، الثمن 800 درهم من بانغود، تفرت الخوف في سيتات اخرين. الساعه اللي شريتو انا شريتو ب 800 درهم، بعد ما كيطلع الثمن بعد ما كيهود عاد عندك لي فري ديال الشيبين. حاجه اخرى اللي غنلقى نخليها لكم في الديسكريبسيون ديال الشين، ما كيجي والو في البواتي غير السميه ان برو 2. هاد الان برو 2 دابا عرفتو مساعي. دونك هذا كانت اكسبيريونس اللي بغيت نجربها، انه كلافيي ميكانيك شينوا، اول مره عندي واحد شينوا، ولكن عندي واحد شينوا لي كاليتي، وغيكون او سويتشز ديال الكليك ميكانيك. دونك عندنا اللي كتعرفوا اللي كيعرفوا الدراري بزاف، ان عندنا ثلاثه ديال التيب ديال ميكانيكال كيبوردز، عندنا ميكانيكال سويتشز، عندنا السويتش اللي كيكون غير كيهود مكيكونش فيه صداع بزاف، عندنا السويتش اللي ديال التايبين ديال الكتابه وكيكون فيه صداع بزاف بحال هذا كما كتسمعوا، وعندنا البراون سويتشز اللي كيكونوا تايب فيهم شويه ديال التاكتايل فيدباك، هما نفسهم اللي كانوا عندي في البلاك ويدو. دونك قلت غنجرب هذا نشوف اذا عجبني ولا ما عجبنيش، وابخي يا نرجع البلاك ويدو ديالي يا نبيع البلاك ويدو تشوف، فهمتي؟ المهم نتيستيو دار ما كنتيستيو. دونك الان برو كنظن بزاف الدراري انتيغيسي بهذا. دونك هذا ميكانيك اول حاجه، ثاني حاجه بلوتوث، وثالث حاجه فيه التايب سي اللي هو هو هنا. تقدر تكوستوميزيو السلك ديال التايب سي، كاين بزاف السيتات اللي تقدر تكوستوميزيو بها، تقدر تكوستوميزيو هاد البوطونيس هادو، تشريو بوطونيس اللي يعجبوكم في الديزاين اللي يعجبكم، بياض كحل كوب كيك. كوب كيك شنو هو كوب كيك؟ نزل لكم عاوتاني واحد لانفورماسيون هنا، كليكو عليها باش تشوفوا الكوب كيك كيز كيفاش عامل. صافي الشباب، هادو بالنسبه للكيز انا اخترت الكولور كحل، ها هو كحل، كاين بياض وكاين كحل، واخترت تشريو كيز واحد اخرين، كولوريز واحد اخرين، كوب تيب واحد اخر، غنشوفو شنو كيجي مع الكرتونه. كيف ماشيين بعدا مع كوفيد 19. نشيلو هذاك، دونك هذا كنت كومونديتو قبل ما تبان الاكشن ديال الفيروسات وكذا. اوكي زول هادشي نشوف شنو جا معاه، غير سيب. دونك غنشوفو شنو جا معاه سيب بالنسبة ليزانفورماسيون. دونك الكيبورد كيجيو فيه بزاف ديال لي زوبسيون، ار جي بي بيان سور، الاف ان كيز، حيت بما انه ما فيهش الكيز بزاف تقدر تستعمل دبل كيز باش تعمل اف ان، يعني اف 12 اف 11 اف 13 كيكونوا بلاص ما يكونوا الفوق يكونوا هنايا. اما كتلاحظوا عندي غير واحد جوج ثلاثه، ما عنديش الاف 1 واف 11 واف 12، تقدروا تعملوهم هيدا. اوكي نكملوا، عندنا الكيز بالشينوا وباللونجلي جوج حاجات، عندنا تايب سي انه السيت اب ديالي بالكحل الاحمر، خلينا نفس الكولور ديال السيت اب ديالي باش تجيني هو هذاك. عندنا هاد اللعيبه اللي كتزول بها الكيز اوكي، اللي بغاها كاينه في عندي في حاله، ولكن ديال كولر ماستر باقي لي باك واحد كاين في موروكو جيمر ستور بوان ام ا بالنسبه للدراري اللي بغاوه. كاين واحد الكيت اللي فيه الكيز، فيه بزاف د اللعيبات، وفيه هاد اللعيبات بالنسبه للدراري اللي باغين اللي عندهم ميكانيكال كيبورد. دونك عندنا هاد جوج حاجات كيجيو. ثالث حاجه هما هاد الكيز هادو، فهمتيني؟ اذا بغاو الدراري كوستوميزيو بوطون ولا جوج من هادو، كوستوميزيوهم بهاد الكيز هادو. انا عول نعمل الكوب كيك كيز هما اللي عندي في البلاك ويدو. دونك غنشوف هادشي واش هيعجبني، واذا عجبني نعمل لهم ديك الكيز ديال البلاك ويدو اللي كنت عملتهم فيه شحال هادي. انا غنزل لكم، كليكيو على ديك اي اللي هنا غتلقاو كيد ديال ميكانيكال سويتشز، وغتلقاو ديك الكوب كيك كيز دي ار جي بي، ونوريكم كيف عامل. دونك غنبرونشيوهم ونشوفو القضيه كيف عامل.
فين السبب؟ دوك رجعنا غنشوفو دابا سيت اب كيف عامله. غنشوفو اول حاجه ها هو الكلافي كيجي هنا، هو سانكرونيزيتو مع نفس الكولورز ديال هادو. هذا لوجيسيال بوحدو وهذا لوجيسيال بوحدو، حتى هذا بي سي ماستر ريس موديل او، وهذا الانو دو. هذا الشيء باش نتفهموا، باش نتفاهموا نقدروا تسانكرونيزيوهم مع بعضياتهم، ولكن مانيوالمون. غنشوفو اول حاجه هو لوجيسيال ديالنا كيف عامل بالنسبه لي زوبسيون وكذا، نتمنى يكون باين. دونك ندوزو غير خفاف باش نوريكم شنو كاين. هنا عندنا لاكوي شنو كيكون فيها، لي زانفورماسيون، لاي اوت، لايتنين تقدر تختار فوقاش هي ديزاكتيفا، الماجيك كي ديك اف ان تقدر تختار واش اف ان واحد ولا اف ان جوج، اش من اف ان اللي غتعمل في كاب كي. ابخي عندنا اوتو سليب اذا بغيتي، لي زوبسيون ديال بلوتوث. اول حاجه كتعمل ميكي يعطيوك لوجيسيال ميكا تيليشارجيه من السيت ديالهم، كيقول لك عمل الميساجور. دونك عملوا الميساجور، كتختار الكيز ديالك اش من بوطون اللي غتختار. ابخي تقدر تكوستوميزي في هذا البوطون، هذا تقدر تختار الكيز تعمل لهم الماكرو اف ان اف 1 اف 2، كل وحده عندها الكونفيغوراسيون ديالها كتشوفها هنا باش تبقى عاقل عليهم. وعندك اللايتنين، دوك اللايتنين صار احمر كحال خضر صفار جميع كولورز اللي بغيتو، ار جي بي ستاتيك بغيتو ستاتيك كولور واحد، البريدين نوريكم لي مود ديال الكولورز اللي كاينين هنا. اوكي نوريكم كلافي ونختارو كل مره كلافي شكل. طابي مسكين ديتو يتغسل عليها، ما كاينش طابي في هذا الفيديو. غراديال بريدين، دونك هذه غراديال بريدين، ما عرفتش واش يبان لكم مزيان بالنسبه للكاميرا. هنا كتختار الكولورز اللي بانوا اوتوماتيك، بريدين باي كي يعني كتكليكي، كيما كليكيتي كيشعل الضو. بوب تانك واحد الاوبسيون واحده اخرى، عاوتاني كتكليكي كيمشي لك على حسب فين كليكيتي، انا بحال شي لعبه ستيتوا. ابخي عندنا بريدين تريجر، يعني ملي كتكليكي عليها كيتنفس الكلافي، يعني في ما كليكيتي كيبقى خدام الكلافي، ملي كتزول يدك كيتطفى. رينبو تريجر عاوتاني كتكليكي الرينبو كيتطلق، دونك كولوريس كيتطلقو كيبقى تقريبا فحال بريدين فحال الرينبو. نورمالمون كل واحد كيختار، كاين اللي كيعمل ستاتيك كيختار كولور واحد، ريد كاين اللي كيخليه ريد. دونك انا مع السيت اب مشى ار جي بي، غنعملو الرينبو. اوكي الرينبو كاينه فوالا نخليو الرينبو واي نوت. صافي كتعمل الرينبو، صافي تعمل له الداونلود، كيداونلوديه هنا من الكيبورد ديالو، كيبقى في الكيبورد ديالك باش تستعملو من بعد اذا اخترتي لوبسيون ديال بلوتوث. بالنسبه للبلوتوث ملي كتكون اون مود بلوتوث كاينه واحد السويتش هنا كتاكتيفيه باش تاكتيفي البلوتوث، ولكن ملي كتكون خدام بالبي سي بالتايب سي كتعمل له فقط كتخليه اوف وكتخدم بالتايب سي عادي. دونك تخرج الهضره، انا عاني شويه في الاول حيت الكيز مبدلين في البلايص وصغار، يعني هاد الانتر اذا شو اونتري كيفاش صغير، بزاف البوطونيس ماشي في بلاصتو مقاسم مع كلافي كبير. ولكن الافونتاج ديالو انا ربح واحد التيساع بالنسبه للسيت اب ديالي، معنا كنلعب باللو دي بي اي، عندي السوري هنا وعندي كلافي صغير هنا وعندي الكيباد ديال رايزر على الشمال عندنا ما كيبانش. دونك يكونوا ثلاثه ديال الايتمز عندي هنا في السيت اب، غنجربوا هاد السيت اب من بعد اذا عجبتني هاد السيت اب نقدر الكيز نزوقهم نعمل لهم مغشى اخر فحال اللي شفتوا في الفيديو ديال القدام. الكابل تايب سي كاينين بزاف في الانترنيت، نقدر نبدل هاد الكابل تايب سي نعمل شي تايب سي مزيون، ديكور ديالو مزيون، نقدر كاع نعمل شي كادر جديد في هذا. تقدر تعمل كادر هنا جديد ار جي بي ولا كادر ديال اللوح، يعني كاين لي زوبسيون انفيني. بالنسبه لحاجه اخرى بغيت نوريها لكم فينيا، بالنسبه لهذا دونك هذا الاستعمال ديالو سهل بحال دابا كما شفتوا في الفيديو الاخر القديم اللي كنت عملت. فوالا هنا تيب ديال السويتش سمعتوا، تيب ديال السويتش دونك تاكتيل وفيه واحد الفيدباك وخفيف، يعني كيصلح بزاف من الدراري اللي ما عندهم مع الكتابه، بما انه انا الكلافي نحتاجو غير الكتابه. دونك قلت نعمل واحد السويتش اللي فيه الكتابه مزيونه. من بعد ما تيستيت ديك السويتشات اللي عندي كاملين عجبني البوكس وايت ديال كايل، دونك جربت هاد التيب السويتش هذا باش نشوف القضيه كيف عامل. دونك هذا كان فيديو خفيف ديال الانو برو 2، ياك الانو برو 2 اذا ما كتبتش في السميه، الان برو 2 صافي.
كان فيديو خفيف ظريف اللي انا ديال الديسك اتلقى ليه في الديسكريبسيون بالنسبه للسيت بالنسبه للدراري اللي بغاو يشريوا يطبي السميه ديالها وتدخل لك في السيت اوتوماتيكمون. حاجه اخرى فرعوا لي واحد اللايك خفيف وواحد سبسكرايب باش تشوفوا فيديوهات اخرى تشوفوا الابديت واحده اخرى على فين وصلت في هذا الكلافي. بزاف الدراري كيسقسوني على على ليكرون فوقاش نعمل ريفيو صراحه باقي ما دركتي، ولكن ان شاء الله نحاولوا نعملوا شي حاجه قريبا مع انه كنحاولوا نعملوا برامج اخرى في الشين مع الخدمه هذه حد الان باقي خدام باقي حاصل في الخدمه دونك ما عنديش وقت بزاف باش نعمل فيديوز، ولكن كنحاول نخرجكم شي حاجه. صافي الشباب هذا كان واحد الريفيو في فودريف ديال ان برو 2 كنظن كلافي اللي غنتيستيه ان شاء الله اذا عجبني بزاف نقدروا نعملوا واحد الريفيو سبيسيال عليه 100%. هذه كانت فقط بريفيو هضرت لكم عليه كيفاش عامل والتيب ديال السويتشز اللي تقدروا تستعملوا من غير هذا، كاين بزاف ديال السويتشز. دونك ملي كتجي تشري هذا الكلافي كتختار شمن سويتش باغيه داخل وشمن كولور باغيه، واش كحل واش البيض، ومن بعد كتشيبي. دونك الثمن تشيبمين كل مره كيتبدل، مي الثمن ديال الكلافي 800 درهم على حسب البروموسيون اللي كاين. صافي الشباب دعمونا بواحد لايك بواحد سبسكرايب، كومونتيرو لي الراي ديالكم في هذا الكلافي هذا واش عجبكم ولا لا، ونخليكم فيديو سمجين تهلاو بيس. كان فيديو خفيف وظريف ما بغيتش نطول بزاف.